أنا ابني كان صغير عمره 6 شهور، كان أبوي طعميه لحمة غنم ناي حتى تصير قوي. كان كتير ضعفان، كتير ضعيف. كان أبوي ما يحرمه شيء، يعني كل يومين ثلاثة ياخدنا يشوينا هاللحمة. كنت عايشة أحلى عيشة أنا وجوزي، وأنا كنت حامل بابني ومشتاقة أكل لحمة. لقيت على جوزي قال لي أنا بشوي لحمة، قلت له أنا مشتاقة أكل لحمة. وما لي تكرم عينك، أخذ معه لحم محل ما كنا نازحين وأنا طلعوا قدامي وقال بلحقكم بعد الظهر. إلا جاني خبر إنه قالوا لي جوزك مستشهد. اللحم كتير مفيد، بس إحنا هلا يعني هلا وقتنا ما بنقدر نجيب، بنغض نعمي عيننا شوي. اليوم إجت الإغاثة الإسلامية والأطفال والنساء كتير يعني انبسطوا إن إجتهم اللحمة، وأنا حتى انبسطت تراها كتير انبسطت إنه جوزي بعيد الأضحى جاب لي لحمة، وإنتوا يعني ما نسيتونا. هلا ابني هذا اللي ماما بدنا يعني نشوي لحمه، وانا عندي سيخان، جبت معي سيخان بس ما بشوي فيه اللحمه. باليوم بكره بشوي شويه لحمه وبركن لهم برا، يعني جو طبيعي شوي. البيت فاضي طاول، ما في شيء. اهل الخير هون عطونا سداجة، عطونا دشكات، عطونا هيك كام غرض. بتعرف قد يصل لمدقنا الفواكه؟ والله العظيم من سنتين. والحمد لله رب العالمين. ما شفنا الخير غير هلا وقت لفتوا انتوا شفنا اللحمة. الجيران عم يطبخوا بيبعتوا لنا أكل عادي. بس بالنسبة لبيتي وطبخ بيتي ما طبخت اللحمة غير لليوم. والله العظيم من 5 سنين وقت كتب الشيخ مقصود لحديت هلا، من 5 سنين قبل الحلال والله ما دقنا اللحمه. لحد هلا جبتوا لنا اللحمه وطعميتونا، الله يطعميكم مثل ما طعميتونا. يعني اذا ما اشتغل منين بدي اجيب لحمه انا؟ اذا ما هو اعطاني مصاري منين بدي اروح اجيب لحمه انا؟ عم باكل برغل، بطاطا، عدس، مجدره.